اسمي سميرة سعيدة معوض أبو صلاح من سكان السخنة. بلشت أنا بشغل النحل وشغل البقر قبل 15 سنة تقريبا. أنا ما كنت أعرف النحل ولا كنت أعرف كيف بشتغل، كنت أحب العسل، كنت أشوف جيراني بيربوا نحل في الطريقة البدائية وحتى ما في كان لبس. لما كبرت حبيت هذا النوع من النحل إني أنا أربيه، فبلشت شوي شوي إني أشتغل فيه، وبدأت مثلاً أدور على وين الناس المختصين في شغل النحل، نحل بالطريقة الحديثة اللي هو بدي يكون بصناديق وبراويز، فلقيته عالم وسيع كتير وكبير كتير. بلشت من وزارة الزراعة عطوني دورات وبلشت أشتغل معهم مع إرادي كمان، ما أصروا معي، والأفراد الزراعي كمان دعموني مادياً، فكبرت المشروع. وبهاي الفترة انتسبت لاتحاد المزارعين الأردنيين، بعتوني دورة أتعلم النحل في مصر، وبعد هيك بلشت أستورد استيراد نحل طرود من مصر وأجيبها عندي هون وأكترها وكبرها. بعد فترة أنهم قطعوا الاستيراد فصرت أنا أكثر من عندي، يعني من جوا منحلي. والله أكبر صعوبة واجهتها بحياتي العملية أنه أنا يعني كوني ست بس، وما تبقى كان كله سهل. فبعدين يعني صارت الأمور عادية، بس هي كانت صعبة شوي لأنه كان فترة زمان يعني من 15 سنة كانش صعب إنه الست مثلاً تشتغل هيك. بصراحة أنا ما بقدر أوصف قديش كان الشعور حلو وجميل إنه أنا بشتغل وبعمل مدخول للبيت وبساهم بمصروف البيت اللي كان شوي هو تقيل. يعني تعلم أشياء جديدة، دائما أشوف أشياء جديدة عشان أقدر أطور نفسي. كيف بدي أطور نفسي بدون ما أنا أخذ دورات جديدة أو إشي جديد أشوفه يعني أتعلمه؟ هو شعور رائع إنك أنت منتجك يطلع خارج البلد وللتصدير، وإحنا إن شاء الله هلأ بصدد إنه بدنا نعمل نوقع عقود نصدر لأوروبا بفترة قريبة إن شاء الله. أكثر موضوع هو اللي كان هو السلامة الغذائية، صراحة هو كان أكثر موضوع إنه أنا استفدت منه، لأنه السلامة الغذائية كانت شوية بتنقص كتير من الستات وبتنقصنا إحنا بالذات لأنه ما كنا نركز عليها. دائماً عندي أنا متدربين بيجوني بيدوروا علي، بيروح بيسألوا عني وزارة الزراعة لأني أنا اشتغلت معهم كذا مرة بالتدريب، فبيجوني هون بوفر لهم مثلا المكان ووفر لهم النحل وبلش أدرب فيهم قبل ما هم يقدروا يعتمدوا على نفسهم. اسمي داني عساف، خريجة تقنيات حيوية وهندسة وراثية. تحبيت النحل فمشان هيك بلشت فيه. حاولت أدور على ناس كونه هذا المشروع قليلين الناس اللي بيشتغلوا فيه، فسألت دورت ناس كتير يعني دلوني عليها وحبيت الموضوع. يعني كتير إشي ممتع إنه تلاقي ناس تتقبلك إنه ما عندك خبرة ما عندك خلفية أبداً عن الموضوع وتبلش معك الشغل من الألف للياء وتعتبرك يعني عادي زي كأنك واحدة من بناتها، يعني أنا شغالة معاها ومع بنتها والتنتين يعني نفس الشيء. أهم إشي الشخص إنه يركز على الإشي اللي هو فيه ودائماً يتعب على نفسه ويشتغل على حاله كمان على أساس إنه يكون هو إنسان مبدع. مو شرط إني أنا أشتغل، برضو كمان لازم يكون عندي إبداع. مثلاً أنا في عندي بنتي بتشتغل عمل منزلي، بس بتشتغل غير شغلي، هي بتشتغل أجبان وألبان وأنا بشتغل عسل. فيعني كل واحد بركز بشغله هو، يعني أسرتي والحوالي يعني كلهم والأصدقاء والمعارف والكل بيدعمني يعني. صراحة الإرادة القوية اللي عندها، لازم الست تكون عندها إرادة قوية على أساس إنها تبلش من هون يعني. والفشل يعني أول مرة فشلت لازم ترجع تكمل، يعني مش معناته إني أنا فشلت لازم أقعد في البيت وأقعد أبكي، لازم أكمل. يعني الفشل دافع للأمام.